مش هيك هاب مش هيك هاب جلالنا بالطبع دم الدم يكون سعداء بإخوة الحضري معنا من سعداء ننتقل من السيتي سبكينة في هو القطار الذي مركز المعهد لتكمين المواد الحرية اللي يمكن التعليم بأكادير اللي حقيقة بالإضافة للمهنة ديالو يعني المسار المهني اللي اختار وأكيد أنه نجح فيه فاختار هناك رسالة اللي هي أساسية في الحياة اللي هي كيفاش عندنا واحد الفئة اللي هي الشاب المجتمع لهاد الأطفال المتوحدين اللي غادي هاد المرض غادي يبقى يزحف وغادي يبقى يشغل مكان كبير حيز كبير داخل المجتمع مع الأسف الشديد ما كنتكلموش عليه يعني واحد الرسالة اللي هي نبيلة كيقوم بها تعريف بهذا المرض هذا اللي هو التوحد اللي هو كيتعتبر بمثابة واحد الاضطراب الوظائف ديال المخ اللي كيجعل هاد الفئة هذه المسكينة فيها هشة إلا ما خديناهاش إلا ما تكلمناش بها فما كاينش اللي غادي يتكلم بها كثير من الأحيان كنقولوا الآباء والأسر هي اللي كتاخذ هاد الناس هذا ولكن في الوقت اللي خصنا نقولوا بأن هاد الأطفال هادو هي مسؤولية المجتمع والطريقة اللي اختارها باش أنه يتعرف بهاد المرض هذا ولا بدا ما شفوا على هاد المجهود اللي كيقوم به هو الطواف ديال المغرب يعني كاين عندكم واحد الطواف ديال المغرب 26 يوم 26 يوم إن شاء الله بحول الله اللي بدا من وجدة جا الناظور بيان سور غيدوز بحسيمة وغادي يتبعها تيوصل للداخلة انتهاء بالداخلة إذن هو مجهود جبار يعني راه ماشي عملية سهلة يعني أنك تقطعها بالدراجة من هذا النوع هذه هوائية من هذا النوع هذا ماشي عملية سهلة ولكن حيت كنضو النبل ديال الرسالة فممكن إلا نهنئوه صراحة نهنئوه على هذه المبادرة ديالو على هذا العمل اللي كيقوم به ونقولوا له شكرا 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 وما يمكنش نقول اكثر من هادشي عليه نعطيو الكلمه سيدنا ولي باش يتواصل مع الاخوان ديالو سيد البشا في الحقيقه هذا نهار كبير اولا اللي جمعنا معكم وكما قال السيد البشا والاخ اللي تنتمي للمعهد الوطني للمحتشم المحلي وفي المركز الموجود في اكادير واللي يمكن من جودة الأسماك واللي تقوم بواحد مهمة نبيلة كما أشار لها السيد الباشا وتنشكركم جزيل الشكر ونتمناو أنكم أنتم بدوركم وحنا كاع جميع اللي حاضرين في هذا الجمع نقوموا بتحسيس كل من الجانب ديالو لهذا المرض اللي كما قال السيد الباشا ما معروفش بزاف واللي غادي يكثر ويقيس واحد شريحه كثيره من ولادنا ونتمناو ان شاء الله الاخ الزميل ديالنا الطواف ديالو يدوز بخير وعلى خير ويحاول يوصل هذا المجهود والعمل اللي تقوم به واحد النسبه كثيره من المغاربة ونشكروا جزيل أنا بنغي نعطي لكم واحد بسيط على التوحد لما لقاء مع التوحد مرحبا بكم باش تحضركم بعض المشاكل بغيت نوصل لكم غير بأن التوحد راه واحد اضطراب عصبي كيقيس الأطفال في الثلاث سنوات الأولى من العمر ديالو كيقيس الذكور أكثر من الإناث ويقدر يقيس جميع الطبقات يعني برجوازية فقيرة ويقدر يقيس جميع الأجناس ما عندوش يعني حد يكون عنده أعراض كثيرة من بينها يعني اللي أي واحد يعرفه كاين ثلاثة أعراض يعني مهمة منها قلة أو ضعف التواصل البصري يعني الطفل كتلاحظوا أن واخا تعيب عليه ما كيشوفش فيك واخا يعني كتقول راه يمكن عنده الصوم والبكاء وإنما التوحد هذاك ماشي حاجة وجود حركات نمطية تكرارية كي حد كيديه ولا يجي شي حركات غريبة يعني الإنسان اللي شافو كيقول راه الطفل يعني ما وكيتميزو بالإنعزال وعدم اللعب مع الأقران يعني كينعزل بوحدهم كيلعبش مع الأطفال وتأخر في اللغة يعني من بين أعراض وقت اللي حضرت معنا هنا شكرا وكاع الناس اللي حاضرين نشكركم على
غير اللي كاين هو كيف ما عرفت وقت على حساب مرض التوحد. يعني نقول لكم انا بالنسبه للتوحد هو ماشي ولا بدا يكون عندنا قتل توحدي في الدار باش نمشي نقلب على شنو هو التوحد. خصنا نبعدوا من هذيك القضيه ديال عندنا واحد الدري توحد واحد الوقت كنقولوا غير يجي يطق عليك شي واحد كيقول لي جري خبيه خوف خبيه من لا يشوفه ولا فهمتي عنده بالنسبه ليه بحال واحد ثقل واحد ثقل على العائله وخاصو بحال تقول لا شافوه الناس ولا شي حاجه بحال وصمه عار على وسط العائله. خصنا نحيدوا هذاك الفكره من راسنا. ما كتبت التوحدي كتمشي ليه الا خصكم تعرفوا كتمشي ليه 19 عام من عمره كدعي عليه من عمره 19 عام واللي كيقابلو كدعي عليه من عمره 13 عام. العيب كبير في التوحد عيب كبير على العائله وعيب كبير على الناس اللي دايرين به. ما خصناش نبقاو نقولوا توحد غريب ولا توحد بحال هكا خصنا نمشيو نقلبوا على توحد ونشوفوا هاد الاطفال تما عندهم الحقوق ديالهم حتى هما عندهم حوايج محتاجات ديالهم تما خصنا نوفروها لهم. خصنا زعما نكونوا بجنبهم ديما ماشي راس عيب زعما لا في المصروف ديالهم لا في بزاف ديال الحوايج. هذا هو الميساج اللي خصكم تفهموا دوك ماشي ولا بدا يكون عندنا توحد في الدار. هذا هو اهم حاجه ماشي ولا بدا يكون عندنا توحد في الدار باش نمشيو نقولوا علاش ولا فينا هو باش خصنا نمشيو نقلبوا على التوحد ونشوفوا الاحتياجات ديالهم. وخاص الخيرات ديال الفئات ديال المجتمع كامل. الدوله كدير من جهتها المجتمع المدني كيدير من جهتها الناس كاملين خصهم كل واحد خصو يدير من جهته. عطيكم غير مثال واحد السيد دابا غادي بكروسه عنده شاز رولونت دابا الدوله كنشوفوا بانها دارت في التروطوار ديك البلاصه باش يدوزوا ياك. كيجي واحد بطوموبيل تو كيوقف قدام هذيك البلاصه اللي خصها الدوله بالنسبه لها فهمتي. هنا كيبان لكم الفرق ان الدوله دارت مجهود ولكن واحد ما فكرش بان هذيك البلاصه ملي غادي يدوز هذاك الكرسي راه وقف قدامها بالطوموبيل ديالو فهمتي. دونك واخا تكون المجهود ديال الدوله غادي في هذا الطريق الا ما كانش الناس غادي يعاونوا راه ما غاديش راه حتى حاجه ما غادي تكمل. هادشي اللي خاصنا نفهمو كاملين ان خاص تضافر الجهود كاملين باش نقدروا نوقفوا مع هاد الناس. هادشي اللي خاصنا. وشكرا عاوتاني على الحضور. مدينة البر السيد رئيس جمعية التواصل للدراجات الهوائية والجبلية السيد عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيد رئيس شبكة جمعية أشخاص ذوي الإعاقة السيد منسق إقليمي لأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى نيابة المدور السادة الحضور الكريم مواقع الإلكترونية مديري المواقع الإلكترونية رؤساء الجمعيات المدنية أمهات وآباء الحضور الكريم سيدات أطر الطبوية الحضور الكريم يوم مشهود هذا اليوم الذي نحتفل به وهو اليوم العالمي لذوي التوحد. بهذه المناسبة باسمكم جميعا نرحب ببطل التوحد السيد فيصل الفيلاني. السيد فيصل الفيلاني الذي أخذ مبادرة جولة وطنية من انطلقت من مدينة وجدة والسعيدية والناظور والحسيمة طنجة تطوان حتى مدينة الدخلة. هدفه الأساسي هو التعريف بقضية التوحد وتحسيس المجتمع بهذه الإعاقة. نرحب به في مدينة الناظور ونشكره جزيل الشكر على هذه المبادرة ونثمنها عاليا كلنا ساكنة الناظور وخاصة جمعية الفرح
للتوحد الذي تستقبله في هذه بلادنا في إطار التحالف الوطني لذوي التوحد. موضوع اليوم طبيعة الحال هو موضوع التوحد، هذا الإعاقة كما تعرفون اللي هي مناسبة اليوم للتعريف بها والتعريف بأسباب هذه الإعاقة، وكذلك للتعريف بمجموعة من التشريعات الوطنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بصفة عامة لتمكين هذه الفئة بحقوقها الإنسانية، بجانب طبيعة الحال كل الأطفال العاديين أن تكون لهم مقعد في المدرسة المغربية. ومدرسة الجاحظ لا تدخر جهدا لتوفير كل الشروط لتمدرس هذه الفئة بجانب أقرانهم، ولا يكفي التشريعات والقوانين إذا لم تكن هناك التفاتة المجتمع لتحسيس بهذه الإعاقة، والتي حسب الخبراء والإحصائيات أنه في الستينات كانت هناك حالة واحدة على 1000، والآن مع الأسف وصلت إلى 1 على 100، ما يفيد أن هناك تنامي لإعاقة التوحد. وقد تبين أن كلما تم تكفل بهذه الإعاقة في سن مبكرة كلما كان النتائج إيجابية، وبالتالي تخفيف من عبء الوزارة لإدماج هذه الفئة لإدماجها في المجتمع. يحضر معنا السيد النائب الإقليمي سيتناول الكلمة بالمناسبة، ثم رئيس الشبكة والسيد إبراهيم فيصل الفيلالي لتتولى الأستاذتين مشكورتين أستاذة وفاء حمام مؤطرة كسب التوحد التي تبذل قصارى جهدها بهذه المناسبة، نصفق لهما ناس شقيقي وضع لتكفل بهذه الفئة في مدرستنا. والكلمة للسيد الإمام الإقليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين، سيد باشا الذي رحمه الله بالكرم، سيد مدير مدرسة الزهرة، سيد رئيس جمعية الكرة للتوحد، سيد رئيس جمعية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة الشخصية، سيد رئيس جمعية التواصل للدراجات الهوائية، بطل سيد فيصل الفدائي، رئيس السيد المدير مدرسة الأمل في جميع الاحتياجات الخاصة، سيدات السادة ممثلين الجمعيات المدنية، سيدات والسادة الحاضرين، سعيد جدا بحضوري معكم هذا اليوم الذي يخدم اليوم العالمي للتوحد، وسعيد أكثر أن أتقاسم معكم هذا اليوم الذي استقبلنا فيه السيد فيصل الفيلالي الذي سيقوم بإنجاز تاريخي، طواف عبر المغرب بواسطة دراجة الهوائية، ولأجل هدف نبيل وهو التعريف بالتوحد. فمرة أخرى أدعوكم كما دعاكم سالم السيد المدير إلى التصفيق بحرارة على السيد أود في بداية كلمتي أن أذكركم وأذكر نفسي بأننا متواجدون الآن بمدرسة الجاحظ التي أعطى منها صاحب الجلالة انطلاق دخول المدرسي لموسم 2011-2012. لماذا أذكركم في هذا اليوم؟ لأنه قبل يومين كان يوم 12 شتنبر يوم الاثنين، وقبل يومين وهو يوم السبت دشن صاحب الجلالة مدرسة الأمل
لذوي الاحتياجات الخاصة. فتعرفون جميعا مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة لمثل هذه الفئة من الشعب المغربي، وواجب علينا نحن كذلك أن نهتم بهذه الفئة من الأطفال في وضعية الإعاقة. الوزارة والأكاديمية والنيابة وجميع المسؤولين لا يدخرون جهدا للارتقاء بوضعية هذه الفئة. شكرا بزاف على استقبالك، شكرا بالنسبه للسلطه المحليه والاقليم الناظر، شكرا لكم كاملين. ما عقلتش عليكم يا ما بغيت نذكر بان هذا التوافق على بالدراجه دخل في النسخه الثانيه ديال النشاط ديال رابطه اتحاد الجمعيات عندنا في مجال التوحد، اللي كانت الدوره ديالته العام اللي فات الدوره الاولى، ودابا كاين في الدوره الثانيه. غادي نشارك ثلاثة ديال الأنشطة اللي فيها التوافق المغربي بالدراجة، وفيها عرض فيلم وثائقي في خمسة مدن، وكاين واحد البيضة بدلو اللون الأزرق هو اللون اللي كيدل على التوحد، وغادي يحاولوا باش يشعلوا الضوء الأزرق في بعض المعالم التاريخية المغربية. العام اللي فات كانوا داروا مستوى 3000 معلمة على عالميا اللي نشعلوهم الضوء الأزرق. كانت المكتبة ديت رباط هي اللي كانوا يشعلوها العام، غادي يحاولوا يديروا معالم أخرين في المغرب. دونك كما قلت لكم هذا التوافق كانت فكرة ديالته بدات واحد العام هذا. كنقول غادي ندير واحد التوافق شخصي، كنقول غادي ندير المغرب بالدراجة لا والا. واحد الوقت كنقول ملي شفت هذيك الدورة الأولى ديال اللي ديتو العام اللي فات عبر الديكوديزم، قلت علاش لا ما نخدمش مع الناس ونشوف ندخل فيه الأوتيزم ونحاول نتعاونوا مجموعين ونعرفوا بعض المرض. عرضت عليهم الفكره ديالي وكنشكرهم من هنا لانهم مرحبوا بها ومتساعدين معايا في الانجاز ديالها الحمد لله. مره اخرى كنعاود نشكركم جميعا، وكنشكر بزاف الناس اللي المربيات اللي كيخدموا في مجال التوحد، زعما كيدير واحد المجهود جبار، زعما تبارك الله عليهم زعما كاينين تقلال وبزاف تاع الحوايج، ماشي هو غير من بعض المرات كيديروا الخدمات اللي ما كيديروش الاباء والامهات ديالهم، راه كتلقاهم هما واقفين مع الدراري نهار كامل، والمكتوب مع الدراري نهار كامل راه ما ساهلها شي. غادي نعاود واحد الهضره اللي كنقولها ديما، ماشي هو انا بدا نكون توحدي ولا يكون عندي واحد التوحد ولا شي حاجه باش غادي نقول، غادي نمشي نقلب على التوحد شنو هو، سواء اعاقه ذهنيه ولا اعاقه جسديه، خاصنا نتعاونوا مع الناس، خاصنا نتعاونوا مع الناس. اللي كيسمع التوحد اليوم بالنسبه لي هما كيسمعوا المره الاولى، يمشي يقلب عليه ويمشي يسول عليه، يمشي يسول الناس حداه ويسول عليه باش عاد غير البدايه. انا هنايا غندو باساج من مدينه الناظور، انتم راكم هنايا ديما، خدمه ماشي غتكمل اليوم، خدمه يلا غتبدا، اذا كانت مدينه راه اشهد عليه ولكن غتستمر، دونك استمرار. حنا كلنا نخدم عليه التوحد، ماشي غير الناس اللي عندهم مشكل ولا اقارب ديال التوحد هما اللي غادي نقولوا راه شغلهم هذاك، ما خصناش نهضروا بالتاريخ. احنا السيد مدير مدرسه الجاحظ السيد ابراهيم، ولكن انا احبك حجم كونكم، ولكن لا املك الطريقه للتعبير التي ارى اخوتي يفعلونها عندما يقبل يدك وراثتي. اعلم امنية ما زالت تكبر داخلي أن أكون أحد أفراده، هل ترونني كما أقول مسافة تنطبق للوصول إلى تصرفاتكم؟ أنا لا أقول لكم، رحت يا أبي ذات مرة عند أحد الأطباء فرد عليك بأنني توحدي، فكرت كثيرا، توحدي، كم تشبه هذه الكلمة حالتي؟ ألعب وحدي، أفكر وحدي، حتى وإن كنت بجانبكم فأنا لا زلت وحدي. أقراني أراهم حولي، ضحكاتهم تعلم المكان، ونظراتهم الجميلة لشيء يحول السماء لا أعرف ما هو، ولكني أسمع هذه الجملة. خالد، الفقاعات تطير للأعلى، رأيتها يا زياد
رأيتها يا زياد جميل منظرها، ماذا يقصد؟ أعلمه جميل، كيف أدخله؟ يا أبي ساعدني، ربما أرعني إلا أن أحدهم يأتي إليك ليصفني بالبلاءة والغباء، وأنت تتنهد حزينا وعيناك تملأها دموعا. أنا بجانبك ولكن لا أحب شيء، تلتفت إلي وتمسك بيدي وأسمعك تقول سيصبح مثلهم، سيصبح مثلهم إن أنتم، سيصبح مثلهم إن أنتم. أبي عالمكم يختلف جدا عما بالداخل، لا أريد من الهيئة شيئا سوى الخروج من قوقعة وحدتي والعيش معكم. هناك كذلك بالنسبة للعامل الوراثي
هناك أن حيث ثلاثة ديال الذكور وبنت، يعني هذا معدل، يعني هناك كتاب اللي حيث الذكور أكثر من الإناث. هذا باقتصار الأسباب الوراثية. هناك أسباب بيئية، أسباب بيئية تلوث، المجالات اللي راهم نغطسوا اللي أصبحنا نعيشوا فيها ديال الهاتف النقال وديال التلفازة مختلف الأجهزة الكهربائية. من بين الأسباب الوراثية كذلك كاين الأسباب البيئية، هناك المواد الكيماوية اللي كتكون في أغذية. هناك أسباب بيولوجية، يعني تحاليل تبين باللي الشخص اللي عنده توحد تركيز المعادن الثقيلة نسبة تركيز المعادن الثقيلة في الدم ديالو كتكون أكثر من الآخرين. هناك ضعف تزود المخ بالأكسجين، هناك مشاكل الامتصاص على مستوى الأمعاء، يعني البروتينات اللي كتكون صعبة الامتصاص الشخص اللي عنده توحد ما كيمتصهاش بصفة جيدة، وهذا كيؤدي إلى اضطراب على مستوى المخ. هذا باختصار الأسباب. اللي كاين من الأكثر هما طرق العلاج، يعني كيفية التدخل مع الأشخاص اللي عندهم توحد. هناك طرق تعديل السلوك، طرق عديدة منها الأبرياء، منها العدة، منها الفنتيتش، هناك عدة طرق. هناك طريقة التواصل عبر تبادل الصور، البكت، يعني الأشخاص اللي غير ناطقين يتم تدريبهم على طريقة التواصل لأخذ الصورة وتقديمها للمخاطب. هناك علاج بلوتربي أو ما يعرف بالحمية الغذائية، حماية الجلوتين والتغذية، يعني من خلال الاحتكاك بها الأطفال والأشخاص التوحد بصفة عامة كيأثر عليهم بروتين ديال الجلوتين اللي موجود في الحبوب ما عدا الذرة والأرز، كيأثر عليهم بشكل كبير البروتين ديال القضيين اللي موجود في الحليب والمشتقات ديالو. يعني هذه الحمية الغذائية تقوم على سحب هاد البروتينين من التغذية وتناول بعض المكملات الغذائية وبعض الأدوية حتى يتم في النتيجة. كاين علاج باستعمال الموسيقى، الميوزيكو ثيرابي، حتى هي يعني تقريبا نتائج. وكاين ما يعرف مؤخرا، يعني هاد الطريقة اللي ظهرت مؤخرا، الانتيغراسيون سنسوريال، يعني التكامل الحسي، لأن الأشخاص اللي عندهم توحد عندهم مشاكل حسية كثير، مشاكل ديال السمع، مشاكل ديال اللمس، مشاكل ديال الشم وديال التذوق. علاش؟ لأن هما الحواس ديالهم كتوصل المعلومات للمخ بطريقة مختلفة عنه. يمكن حتى نسمع واحد الصوت هما كيسمعوه 100 مرة أقوى منه، على داكشي اللي دائما كيتألموا، يعني اللي عنده مشاكل حسية يكونوا على يقين أنه طوال الوقت كيتألم. هادو طرق يعني اللي باش نذكروا نعرفوا هادي كلها تفيد في العلاج. طريقة ديال ولكن اللي بالأساس كيعدل السلوك هما الطرق ديال تحليل السلوك التطبيقي، يعني ما يعرف به لابير، هي اللي كنعتمدوها لأننا وجدناها أكثر منطقية في التعامل مع الأشخاص. تعريف ديال تحليل تطبيقي للسلوك، تحليل تطبيقي للسلوك يعني نخدمو به مع الأطفال، هي منهجية علمية كتدرس العلاقة ديال ما بين السلوك والأحداث اللي كتكون في المحيط. لأن الشخص عنده توحد السلوك ديالو ديبون يتأثر بزاف السلوك ديال المحيطين به. لابيا شنو كدير؟ كتدرس كل سلوك على حدة، كتحدد العلاقة ديالو شنو اللي يأثر فيه من الأشخاص والأماكن والأحداث اللي كاينة في المحيط اللي كاين فيه الشخص التوحدي. الطريقة ديال لابيا اللي وضحها هو طبيب أمريكي لوبان طبيب نفسي، وضح الطريقة وكان على أساس نتائج بتوصف لها الأبحاث ديال نظريات سلوكية اللي قام بها العالم الروسي بافلوف. هذا مذكر، لا بأس أن نذكر بالمبدأ الأول ديال المبادئ السلوكية
هو الارتباط الكلاسيكي او الاستجابي. هذا هما المبادئ اللي كنجيو المبادئ اللي كتكون عليهم رابين. المبدا الاول استند التجارب ديال ماسلو اللي تقريبا الكل كيعرفها، كان التجارب ديالو كانت كيقوم بضغط الجرس والاستجابه كتكون على الكيف التالي. يعني ضغط الجرس الاستجابة ديال، يعني ضروري أننا نعرف الأسس ديالنا فيها إلا بغينا نعرفو لها بلاش منين. ضغط الجرس كيجيب استجابة علاش أنني ميقدرش، لأن التمارين ديال النفس يقدر يهضر مرة فيا كتحبو، يعني في البداية يقدر ما يبغيش النشر يقدر يرفض، ولكن الطرق اللي يوصل أنه ينفخ. هناك واجب مفروض علينا، ولكن سنعمل أكثر من ذلك حتى نرقى بأطفالنا إلى مستوى أفضل. إذا مرة أخرى شكرا جزيلا لك. سي فيصل. سي فيصل الفيلاني كما قال السي سفير ديال التوحد لا في البقرة ولا شيء ولا وطنية. بعد ملاسفة بعد ضرور ديالكم هنا
الدراجين ديال جمعية التواصل ديال الصفات الدراجية الهوائية والجبهية كنحبوا وكيتمناو الاتصال السعيد في هذه المملكة باش كنحبوا أن الصفة ديالنا حنا في بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس التشكيله لي الدكتور معهد الوطني للبحث في الصيد البحري. التوافق المغربي للدراجة كيدخل في اطار الجوله الثانيه ديال البرنامج المستقر من طرف التحالف رابطة الجمعيات العامله في مجال التوافق اللي كيشتمل على ثلاثه ديال الانشطه اللي بيناتهم التوافق المغربي للدراجة وعرض في المؤتمر في خمسه دول في خمسه مدن مغربيه والاناره ديال المعالم التاريخيه المغربيه بالضوء الازرق، الضوء الازرق اللي كيدل على ثمار التوحد رابطة التوحد. التوافق المغربي للدراجة كيبدا من مدينة وجدة مرورا من 26 مدينة تحتية ونهاية إن شاء الله غتكون في مدينة جدة. اليوم كنتلقى من مدينة سعيدية وصول لمدينة الناظور، غدا إن شاء الله غنتلقى من مدينة الناظور اتجاه مدينة الحسيمة. شكرا، مسيرة موفقة.